من غير كلام كتير ملوش لازمة. اسمع يا أستاذ، أنا قررت ألغي كل حساباتي من عندكم لأنكم طلعتم أسراري برا وكشفتوا رصيدي. رواق بس يا منابي، ومفيش داعي للغضب، اتفضل جوه جابر السيد المدير، وعنده علم بكل حاجة وأشرح لك كل حاجة. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل يا منابي، اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ اتفضل. ايه خبري؟ ازاي بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سرية ومضمونة، ومش ممكن الكشف عنها لأي حد إلا للعميل، إلا بحكم محكمة. هو ده حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهة أمنية ولا حاجة، لكن إحنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تبلكش خالص. أنا أسفة يا توفيق بيه، في حاجة في كشف الحساب ده غريبة قوي مش فاهمها. وريني كده. لا غريبة ولا حاجة، لأن صاحب الحساب قاعد قدامك أهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مرة واحدة الشهر ده ولا في حاجة غلط؟ واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سرية، بدليل إن أي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. أنا أسفة بس ده شغلي في المراجعة على حسابات الصرف، ده حماية للعميل مش كشف للأسرار. أسرار إيه وبقي فيها أسرار؟ بس وقت كلها عرفت إن اشتريت مزرعة من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، أنت كان ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه، مفيش أي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المرة دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حسابي الجديد إلا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ نوريان خد مناع بيه وتمميمه الإجراءات في خدمة العملاء. تحت أمرك يا بابا. تفضل يا أستاذ مناع. يا بنتك. أيوه. ما شاء الله ربنا يخليك. أنا سألت بنتك وطبعا استحت، لكن اللي شفته منها أنها موافقة على همام. همام ما يعيبوش إلا زناخة مخ أهله. أخته زينة شاطرة ومليعة، لكن أنا شايفها مناسبة أكتر لولدك بكري. ليق عليه من دوره، لكن منع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجة، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحدة عمري معاه. مع إن مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البت فاطمة. مادام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا أخوي، واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي. وما تنساش البت فاطمه لسه صغيره. لو السادات في مدينه شور على وجيده كان لازم يختار اسمك. وجيده تعالي تعالي شور عليكي. عارفه اللي هتقوله يا حساب، بس مش هين عليا ودي بنتي بيت البندريه تتلوع هناك واجيب بيتهم تتهنى هني في عزنا. يا راجل دول ما هنش عليهم يجيبوا تلفزيون وراديو زي الاحدان، وانا بنتي خلاص خدت على العيشة ازاي؟ بنتك راضية يا وجيدة والبركة فيها، هي اللي ممكن تخلي همام بعدين يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهو لو عايزها صح مش اخر الغضلة. خلاص اذا كانوا عايزين يتم الاتفاق يبقى لازم بنت تعيش وسطيهم كيف ما كانت عايشة هنا، وكيف ما بنتهم هتعيش وسطينا. اذا كانك دي انا موافقة، البنت اسمها زينة وهي زينة، وشها سمح ولسانها عفيف. على بركة الله، قول لهم يا ناجي ان احنا وافقنا، وقول لهم كمان على شروطنا. بس الناس دول يا اخوي مخهم بنم ممكن يتصرفوا غلط، لكن على اي حال لو وافقوا على شروطنا هجيب لهم العمال يعملوا كيف ما عملنا عندنا ونبقى في الامان. ايه عندك حق، والله انا خايف من العمار ده اللي جاي علينا، والعمار ده معناه حكومة وناس. ربنا يكفينا الشر الاثنين. كده خلاص دخلت بياناتك ونموذج التوقيع بتاعك. حضرتك تعالى اقعد مكاني ودخل رقمك السري اللي جوه الكارت واضغط انتر واكده مرتين، وبعد كده اقدر اقول لك مبروك. ما اقول لك يا انسه نورهان، وانت يعني مخطوبه او حد جاي عليكي؟ استاذ مناع من فضلك دخل رقمك السري وسيفه عشان اكمل شغلي، بابا ممكن يدخل علينا في اي وقت.
واحنا بنعمل حاجة غلط. ما انا بسألك سؤال، عايز اتجاوب جاوبي، ما تجاوبيش خلاص كأني ما سألتش يا ستي. استاذ مناع انا دلوقتي في الشغل. وانا يعني في النادي. خلاص يا ستي، ان كان على الشغل وما الشغل هخلصك منه. بسيطة. خلصت يا ستي بالسرعة دي؟ الله، وانت يعني فاكراني عشان انا صعيدي جاهل؟ لا، انا عارف في الكمبيوتر كويس. تحب اسيف لك الايميل بتاعي؟ اهو يا ستي، مناع الحويطي ات ياهو يا خلق دوت كوم. وحضرتك سايبني اهاتي معاك واشرح لك في الكمبيوتر؟ بس بصراحة طلبنا شرحك حنين قوي، ولسانك كان بينقط عسل، ما حبيتش احرم نفسي منه. بابا اتفضل. دخلت الحساب الجديد يا نورهان؟ اه كله تمام. لعلك تكون انبسطت يا مناع بيه. اه طبعا يا توفيق بيه، متشكرين متشكرين يا سيد نورهان، متشكرين. السلام عليكم. اتفضل. عميل رقم 5، شباك رقم 2.